مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. وصلنا إلى يونت 5 لسن 9، اليونت الخامس أو الوحدة الخامسة، الدرس التاسع، راوند أب. راوند أب هو مثل ما تعودنا عليه، هو دائما يجي بنهاية كل يونت يشرح لي اللي أخذته خلال هذا اليونت. هسه راح نجي نشرح. أوكي، نمبر 1، using the abbreviation in dictionary entry. مثل ما تذكرون الـ abbreviation سبق وان شرحته في صفحة 49 من كتاب الطالب. اذا حابين تشوفوه بشكل اوسع لازم تروحون تشوفون صفحة 49 حتى تشوفون الشرح الكامل. Number one, and conjunction is used one to link words. And هو أداة ربط، معناتها هذا تستخدم لأولا link words حتى تربط الكلمات، and to وثانيا to link clauses حتى تربط الجمل أو العبارات. رح نجي نقرأ المثال. My mother and father are at home. أبي وأمي، يعني أمي وأبي هم في البيت. شوفوا and ربطت لي بين words يعني كلمتين mother father. Number two, I came here in 1990. جئت إلى هنا عام 1990. And I have lived here ever since. وأني من ذاك الوقت يعني أني هنا. إذن شوفوا هاي الجملة وهاي جملة أخرى. أوكي، هاي جملة ثانية. إذن الآن ربطت لي جملتين وهنا ربطت لي كلمتين بس. Do you remember what this grammatical abbreviation mean؟ هل تذكر ماذا تعني هذه الاختصارات القواعدية؟ ال V هي verb فعل، ال N هي noun اسم، adjective صفة، adverb حال، preposition حرف جر، pronoun ضمائر، conjunction أدوات الربط. مثل ما قلت لكم شرح الموضوع أوكي تلقوه بكتاب الطالب صفحة 49. 2. Forming and using the passive. عندنا موضوع الباسيف، طبعا ايضا شرح موضوع الباسيف اوكي راح تلقوه. خلينا نشوف الصفحة. هاي وحدة من حالات الباسيف لما يكون عندي كان، صفحة 53. خلينا نشوف البقية. هاي الحالة اوكي رقم 2 صفحة 52. خلينا نشوف عندنا بعد حالة لخ، عندنا بصفحة 51 أيضا حالة، لأن الـ passive voice بهذا اليونت جاي بثلاث حالات. طبعا هاي الحالة الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة. فشرح موضوع الـ passive كله بالتفصيل راح تلقوه وفق رقم الصفحة، يعني رقم الصفحة شقيت صفحة 53. شوفوا الفيديو اللي خاص بالصفحة راح تلقون الشرح كامل. زين خلونا نرجع. The article is written in Cairo. المقالة كتبت في القاهرة. It is edited in Baghdad. وحررت في بغداد. Then it is printed in newspaper. وطبعت printed طبعت بالمجلة. The same night يعني بنفس الليلة. They are sold in the shops. They are sold يعني بيعت بالمحلات. The next day اليوم القادم. B past passive. طبعا هاي الطريقة هي أول طريقة لما يكون عندي مبني المجهول في حالة المضارع. هنا أنا عندي مبني المجهول في حالة الماضي، مثلا عندي was و were. زين خلينا نشوف. راديو was invented by Marconi. الراديو اخترع بواسطة ماركوني. شوفوا was زائدا past participle تصريف الثالث الفعل، لكن هنا أنا is أو are زائدا تصريف الثالث الفعل. written sold. شوفوا ايضا الافعال وتصاريفها اوكي، اكو فيديو خاص بكل الافعال ماضيها والتصريف الثالث الفعل. اذا تصريف الافعال يحفظ جدا مهم. عندنا pictures were shown on the television screen by Baird. الصور اوكي اظهرت على التلفاز على شاشة التلفاز by Baird. هذا اسم scientist اسم عالم. زين
بعد شنو عندنا؟ عندنا آخر موضوع هو كان، أوكي باسيف مبني مجهول لكن في حالة الكان. كاتب لكم القاعدة كان زائد إن بي زائد التصريف الثالث الفعل. طبعا من المهم إنه تقرون دائما الراوند أب. الراوند أب إذا أنتوا أكو شيء مثلا ما قارينه مثلا عابر عليكم أو ما ملاحظين أهميته داخل اليونت، لما تروحون على الراوند أب راح هو يطيء لكم. شوفوا هنا أنا شلون مجمع لكم الباسيف اولا ثانيا ثالثا، اوكي هنا شلون قايل على الاختصارات. اذا هاي مواضيع مهمه ما طول حاطها لكم بالراوند اب معناته مهمه جدا. Mobile phones can be used almost anywhere. التليفون هذا العادي الموبايل، اوكي اللي نسميه احنا الموبايل، ممكن انه يستخدم almost anywhere يعني بكل تقريبا بكل مكان. In remote places, landline and mobile phones cannot be used. بالأماكن البعيدة فالهاتف الأرضي والتليفون الموبايل okay, cannot be used. لا يمكن أنه يستخدم. ملاحظة بسيطة، أنا هنا لفظت الكلمة mobile، إحنا عادة نلفظها موبايل، لكن mobile بالأكسنت الأمريكي، اوكي حتى تعرفون انا ليش لفظت موبل. اذا موبل هو بالاكسنت الامريكي، اوكي. 3 making telephone calls probably، يعني اعمل محادثه تليفونيه. شوفوا always say who are you، دائما قول من انت. طبعا ايضا هذا الموضوع اوكي شرحته من قبل، راح تلقوه باي صفحه، خلينا نشوف الصفحه. اوكي هذا الموضوع هنا أنا تلقوه بصفحة 54، أوكي شرح الموضوع بالكامل. خلونا نرجع إلى round up. زين say why you are calling، قل لماذا أنت calling، لماذا تتصل. speak slowly and clearly، تكلم ببطء وبوضوح. ليلى أحمد هير مطين هنا أنا مثال. I'm calling about tomorrow's flight to Bahrain، أنا أتصل بشأن طيارة أو سفرة الغد إلى البحرين. إذا من الضروري إنه أنا أعرف شان أعرف عن نفسي، شان أقول أني منو، أوكي أنا ليش دا أتصل بهذا الشخص. بعد شنو عندنا؟ The other person can ask، الشخص الآخر ممكن يسألك. Can you spell that please، ممكن إنه تتهجى ذلك. طبعا إذا مثلا داريد أحجز أد مكان ومثلا اسمي أجنبي فما دا يعرف يكتبه بشكل الصحيح مثل ما موجود طبعا بالجواز، فلازم اقول له اني الاملاء مال اسم ماتي كذا وكذا وكذا. I'm sorry could you repeat that please، انا اسف ممكن انه تعيد. طبعا دائما يصير هاي الحاله لانه اكيد لما انت احجز بالتليفون قد ما يكون مثلا صوتي واضح، لذلك شخص المقابل قد يسالني انه عيد اللي قلته. For طبعا هنا أنا استماع، اوكي يريد يعلمكم محادثة. هنا انا جايب مختصر مفيد عن ما كل اخذتوه بالوحدة. اذا هذا فقط كل ما يتعلق بالراوند اب. ننتقل الى ستوري تايم. بوب اند باسم. The ants. Ants بمعنى النمل. Do you remember what happened to Bob in the last story؟ هل تتذكر ماذا حصل بالقصة لبوب وباسم؟ اوكي تتذكرون صار بالقصة؟ زين بعدين راح نجي نحل الأسئلة ورا ما نقرأ بوب وباسم. Number one. Where the boys going؟ أين الأولاد ذهبوا؟ How do you know Bob was still tired؟ كيف تعرف بأن بوب ما زال متعب؟ What did Bob sit on؟ على ماذا جلس بوب؟ زين خلينا نقرأ ونترجم بعدين نحل الأسئلة اللي عندنا. Right حسناً. Boys wake up، استيقظوا. It's nearly 5 o'clock، بمعنى أنها رح تصير بالخمسة يعني قربت تصير بالخمسة. Jim Cooper shouted، هذا الشخص جيم كوبر صرخ. We had to get up، علينا أن نستيقظ early مبكرا. Because today we were going for a walk، لأن إحنا اليوم سوف نذهب لي walk للسير. In the mountains، وين في الجبال. Jim was our guide،
جيم كان هو الجايد، يعني الدليل مالتهم، يعني الدليل اللي يدليهم على الأماكن. We got into the campus. احنا وين اجينا؟ اجينا الى، صعدنا الى باص، يعني هو الباص نفسه، اوكي، باص المخيم. Right boys، حسنا يا اولاد، said Jim، قال جيم. It's nearly 2 hours، هو تقريبا ساعتين. Drive يعني سياقة ساعتين. So make yourselves comfortable. Make yourselves يعني سووا أنفسكم comfortable بمعنى مرتاحين. Let's sing، لنغني، said Hans، قال هانس. Let's go back to sleep. Let's go back، لنرجع إلى النوم، said باسم، قال باسم. أني ثوابت، Paul، Chuck and Aziz were already asleep. Paul و Chuck و Aziz هما already asleep، هما اصلا كانوا نايمين. The bus stopped at the end of dusty road. الباص توقف بنهاية dusty road، بمعنى road بمعنى شارع او طريق ترابي. We're here، نحن هنا، said Jim، قال جيم. Everyone out، كلها out يعني للخارج. We walked for quite a long time، احنا سرنا ل quite a long time يعني مسافة جدا بعيدة. Along a path through a forest، من خلال path طريق، through a forest يعني بداخل الغابة. We crossed streams and climbed over rocks، احنا crossed يعني عبرنا من تيارات، تيار او المجرى، stream المجرى، وتسلقنا فوق الصخور، rocks هو الصخور. We saw flowers and birds of every color، احنا رأينا flowers بمعنى زهور او ورد، and birds وطيور of every color، كل الالوان. They are beautiful، انها جميلة، really beautiful، جدا جميلة، said باسم، قال باسم. I've never seen colors like that، انا ابدا لم ارى مثل هذه الالوان ابد، said باول، قال باول. I have، said عزيز، بمعنى انا رأيت. جي هي لفظة تلفظ للدلالة على انه هذا الشخص surprised يعني متفاجئ. اذا هو قال له جي يعني متفاجئ ان انت شفت هذا الشيء من قبل، said Chuck. انتقلنا الى صفحة 57 حتى نكمل القراءة. Right boys، حسنا يا اولاد. Time for lunch، وقت الغداء، said Rod، قال رود. Everybody sit down and took out their sandwich. Everybody، الكل sit down، جلس، and took out، وأخذوا sandwich يعني اللفات مالتهم. Cheese and tomato، جبن وتوميتو الطماطة. I sit down on a rock، جلست على صخرة. I picked up a sandwich، picked up يعني التقطت اللفة. It was covered with a little animals، كانت مغطاة بحيوانات صغيرة. Little صغيرة وanimals حيوانات. Ouch، ouch معناته يعني شخص تأذى، اوكي. I screamed، انا صرخت. Something has beaten me، شيء قرصني او عضني. Ouch ouch ouch، more bites، المزيد من القرصات. You are on an ant hill، انت على فتحة من النمل، انت على على بيت النمل، يعني هو طلع جالس على بيت من النمل، said باسم، قال باسم. move، تحرك. I moved quickly، تحركت بسرعة. Why me، why do these things، why me، لماذا أني، لماذا هذه الأشياء، وتكمله، اوكي، مطينا نقاط يعني دائما الكلمة اللي هو يعيدها دائما، لماذا هذه الأشياء تحصل إلي. I said، أنا قلت. Always happen to me، أوكي، دائما تحدث إلي، said the others، قال الباقون. إذا كملوا المقولة مالته، أوكي. I didn't know that aunt likes
cheese and tomato. أنا لم أكن أعرف بأن النمل يحبون الجبن والطماطم. سيد باسم قال باسم. The ant finished lunch. النمل أكمل الغداء. So did we. وكذلك نحن. We started climbing. وبعدين بدينا بالتسلق. رجعنا إلى الأسئلة اللي عندكم في الأعلى. Did you remember what happened to Bob in the last story؟ هل تذكرون صار بالقصة السابقة؟ القصة السابقة لبوب وباسم كانت عن الآيس كريم، أوكي؟ عن الآيس كريم وشلون وقعت الآيس كريم. إذا هاي كل ما يعنى بالقصة السابقة. طبعا هاي يرجع لكم، يعني أنتوا شو تذكرون من القصة، أوكي؟ زين خلونا نروح على بقية الأسئلة. الأسئلة الباقية نمبر 1. Where were the boys going؟ وين راحوا الأولاد؟ The boys were going. الأولاد ذهبوا إلى for a walk in the mountain. وين راحوا؟ للسير على الجبال. زين هذا بالنسبة لأولا. Number 2. من أخذتها؟ أخذتها منا. أوكي أقول they were going for a walk in the mountains. هذا الجواب الأول. Number 2. How do you know Bob was still tired؟ كيف تعرف بأن بوب ما زال متعب؟ الجواب هياته. أوكي because he yawned. لأن هو تثاوب، يعني تثاءب. Number 3. What did Bob sit on؟ على ماذا كان يجلس بوب؟ On an ant hill. إذا هو كان يجلس على بيت النمل. Okay. On an ant hill. هذا فقط الأجوبة للأسئلة اللي عندكم. طبعا أيضا عندكم أسئلة بصفحة 74 من كتاب النشاط. لازم تروحون إلى 74 وتقرون الأسئلة اللي عندكم عن بوب وباس. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وانتظروني في درس جديد.